تحياتنا شباب الموصين على مخاليف للتخريج. عندي اليوم 5 جدة جابونا اهل ما تلجصان، صيد تلجصان، طيور خشنات، فشي كلش روعة وحلوات. ثلاثة ما صابغات، واحد شوية دكتين ثلاثة بي، وواحد ربع صبغ. طيور كلش خشنات، يعني فشي خشونة فظيعة، اخشن للطير الحايل. هاي 5، وعندي 2 مال المنفذ مال مندلي باقيات من الوجبة القديمة اللي راحت، بيهن تك ما صابغ وتك مدقدق او ربع صبغ التك الثاني. طيور ما شاء الله سنة سوها قد ما رسهن حاد سوى ويقرن مين عزلن، يعني من ماكو احد يمهن القفص هذا هن سوى ويقرن، واللي اخذوا من عندنا كلهم جاي يشوفون الذكاء مالتهم ما شاء الله. جو الابي اسبوعين والطير يقرب لساناته، يعني فشي ما شاء الله مرتب والسعر كلش مناسب. لا جاي نعزل احنا ولا جاي نسوي، كله على 25 جاي نبيع التك 25 قفل. هسه مصور لكم عن قرب، هذا اللي مال التل، هذا مال التل ان شاء الله واضحات. هذا الاثنين مال المنفذ شباب. شباب فالتوضيح صغير، هم حبيت نشرب هذا الاعلام مال بلابل. هواي من الشباب يخابرونه، يعني يوميا فد 20 30 واحد يخابرنا على صغار، الصغار الاليفات ابو الربع ديل او نص ديل او ديل كامل. احنا بشهر السابع بالسادس بالسابع بالثامن، خصوصا بالسابع بالثامن، الاليف الصغير ما نطبه ولا البيت، لا المخلف ولا الربع ولا النص ديل، الاليف ما نطببه. هذا الاليف ما يعيش لو تخلي روحك بروحه بهالشهرين، ما يعيش، لان الطير يجيك اصلا من البستان مو قوي. الاميات ما تشبع مخاليفها الصغار، الاميات ما تشبع مخاليفها الصغار، لان الجو حار، يعني الطير الاب الام يصعد مره مرتين للعش وما يقدر بعد يكمل، فالطير يطلع من العش يطلع تعبان. يجون الصياده يلموهن، الطيور مناعتهم ضعيفه، يكملوهن الشومة كان ينباع، يجي يم المشتري لو يخلي روحه بروحه. هسه هو جاي تجي منشورات، واكيد هاي كلها انتم مطلعين عليها، جاي يشوفون التعليقات، ينضرب شلل او يضعف او يموت، ما يعيش، لان هو الطير مو قوي، جايك مو قوي. شغلنا بالسابع بالثامن او بالسادس نهايه السادس يبدي بس بالمخاليف الوحشيه. مخاليف الوحشيه هاي اللي قبالكم جاي نقصد عليها، طيور ما صابغه عمر شهر ونص او شهرين. هذا الطير قوي، هذا الطير شبعان من امهاته، يطير ورا امهاته، شبعان بالحشرات بالبساتين، مكتسب مناعه، عابر شره. هذا الطير احنا نشتغل به، شلون اقول لكم، مجرب ومعروف ومضمون. طير يجيك قوي، يجيك ذكي، يجيك يقرا، ما يتعبك، بنفس الوقت اللي يريد يسوي اليف احنا ولو ما ننصح بسالفه الاليف، هذا مجرد انه شهر يبقى بالقفص وبمكان ثابت راح يتعود عليك، يصير حاله حال الاليف حتى ياخذن من الايد، وبنفس الوقت ما يبوقن غلط، هذا الحلو بيهن، ويكونن اذكى واقوى واخشن. ليش؟ لان الطير شابع من امهاته، شابع من البساتين. تحياتنا لكم.